إذن مشاهدينا، المزيد من المتابعة حول حالة الطقس تنضم إلينا هاتفيا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، برحب بحضرتك كل سنة وانت طيبة. في البداية، مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس اليوم. صباح الخير على حضرتك أستاذة دانا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير يا رب، ورمضان كريم على الجميع. احنا كنا بنشهد خلال هذا او خلال الاسبوع الماضي ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة. اليوم هيكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، متوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. احنا بنتأثر طبعا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية كمان، بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، في كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، في زياده لفترات شطوع اشعه الشمس. الاجواء خلال فتره النهار هتبقى اجواء شديده الحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، اجواء حاره على محافظات السواحل الشماليه للبلاد، ده طبعا خلال فتره النهار ومع شطوع اشعه الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ، يمكن في فرق كبير بين العظمى والصغرى، بيوصل لاكثر من 15 درجه مئويه، والطقس خلال فتره الليل بيكون بارد خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، تكونت في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا على الساعه 4 الفجر، وبدات في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس. لكن كمان خلال فترة النهار هيكون في أتربة عالقة، والأتربة العالقة دي أيضا بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في سماء القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية للبلاد. احنا بنقول إن اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، العظمى متوقع تكون 36 درجة مئوية، متوقع غدا الحد والاثنين تكون العظمى 31 درجة مئوية، يعني هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكن الأجواء هتظل أجواء حارة خلال فترة النهار، ومع نهاية الأسبوع هترجع تاني درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتسجل تاني 36 على القاهرة الكبرى. يعني الأجواء على مدار هذا الأسبوع هتبقى أجواء حارة، لكن طبعا الشيء اللي يطمن ان نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفض، فانخفاض نسب الرطوبة مش هنحس بدرجات الحرارة العالية زي فصل الصيف طبعا. ولو كمان تجنبنا التعرض المباشر لأشعة الشمس، ده ممكن يحمينا من الاحساس بارتفاع درجات الحراره. كمان طبعا عاوزين المتابعه الجيده للنشرات الجويه في الفتره دي، لان الفتره دي بالفعل فتره تقلبات جويه حاده وسريعه، ونحتفظ بارتداء الملابس الشتويه خلال فتره الليل خاصه في الساعات. طب دكتوره منار، في ظل هذه الحاله المتقلبه من الجو وحاله الاتربه العالقه والشبوره وما الى ذلك، يعني النصائح اللي حضرتك ممكن تقدميها للمواطنين والاطفال خلال هذه الفتره؟ هو طبعا النصيحة الأولى أن السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، مع وجود الأتربة العالقة أو كمان حتى وجود الشبورة المائية اللي بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور. احنا أكيد النصيحة الثانية، خلال فترات النهار أكيد هنخفف ملابسنا، لكن دايما يبقى معانا جاكيت لفترات الليل لما نحس بانخفاض درجات الحرارة نرتديه، يعني لسه محافظين على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل. كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه ده شيء مهم جدا، قبل ما اخرج من بيتي اتابع النشره الجويه واشوف ايه ارشادات الهيئه العامه للارصاد الجويه واخد بيها، ان شاء الله يا رب السلامه للجميع باذن الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.